تلتره خطيره خطيره فيدال وغول. الدقيقه الخامسه والاربعين فيدال كان وفيال وسجل هدفا اولا لالجي، الهدف الرابع لفيدال. ديمبلي والله رمي عنده غول، ديمبلي رمي عنده غول، هدف التعديل من الجابوني وباميونغ. يا سلام، الهدف الخامس على التوالي في خمس مباريات، يعادل اليوم باميونغ افضل رقم للاعبي برشلونه في ديباي. والحارس بادي على يسار جول، ديباي على يسار الحارس جول، بروعه اختار الزاويه سدد بقوه في الزاويه 90، يسجل هدف ثاني لبرشلونه. الحارس بادي ارتمى كما كان متوقع.